الحرباية واحدة من أكتر الكائنات اللي بيتقال عنها خرافات كتير جدا. هو احنا عندنا منها في مصر نوعين، أولا الزراعية اللي بتعيش في الأماكن الزراعية، والتانية الصحراوية اللي بتعيش في الأماكن الصحراوية المطلة على البحر الأبيض المتوسط. ومن أكتر الحاجات الشائعة عن الحرباء هي إنها بتغير درجات ألوانها. هل هي فعلا بتغير درجات ألوانها؟ هي بتغير درجات ألوانها بس مش أحمر في أزرق في أخضر زي ما الناس فاكرين. الناس فاكرة إن هي مثلا لو حطيتها على حاجة سودة هتبقى سودة، لو حطيتها على حاجة بيضة هتبقى بيضة. طبعا ده غلط، هي بتغير ألوانها درجات الأخضر بس. وعلى عكس ما الكل فاكر إنها بتعمل كده للتمويه، هي بتعمل كده في الحقيقة للتعبير عن حالتها النفسية والفسيولوجية. نادر لما بتعمل كده للتمويه، يعني مثلا هي بيقولوا لها أخضر غامق في حالة لو كانت خايفة أو بتمتص أشعة الشمس، وبالليل بيقولوا لها أصفر أو أخضر مايل للصفار، وطبعا وقت التزاوج بيقولوا لها أخضر زاهي. والحرباية عامة كائن غير سام، يعني ملوش داعي انك لما تشوفها تقتلها. هي كائن مفيد جدا للبيئة وغير مضر. هي في الحياة بتتغذى على الحشرات وبتستخدم اسلوب المباغتة في صيدها للحشرات. انا برضو يا جماعة لو حطيتها قدامكم دلوقتي على الشجرة هتلاحظوا ان انتوا مش عارفين تفرقوها او تقدروا تطلعوها من الشجرة حرفيا، يعني هي اخد لونها من بيئتها. وكذلك الحرباية الصحراوية نفس النظام، لو انت تشوف انت تقدرش تميزها في بيئتها. هي دلوقتي بقت جوه الشجرة ها. شايفين ده؟ اهي يا جماعة. طبعا كون ان الكائن ياخد نفس لون البيئة المحيط بيها دي ميزة انتخابية بتحصل ملايين السنين. شايفين؟ بقت وسط الشجرة صعب جدا، يعني انت لو ماشي مستحيل انك تطلعها من الشجرة. وبرضه يا جماعة انا عايزكم تاخدوا بالكم من عينيها، هتلاحظوا ان عينيها ممكن تتحرك في كل الاتجاهات، وده طبعا عشان عين تقدر تلتقط الفريسة وعين تاخد بالها لو في اعداء او مفترسين جايين ليها، وفي نفس الوقت برضه عشان تقدر تلتقط اكبر كم من الحشرات المحيطة بيها. شايفين طبعا يا جماعة هي ماسكة في صبايب ديلها ازاي؟ ديلها دوت يعتبر ايد خمسة ليها. هي طبعا متكيفة تماما مع المعيشة في الأشجار، يعني حتى انتوا شوفوا منظر رجليها عامل شبه الكماشة حرفيا. لاحظوا كده تطلع الشجرة برجليها ازاي. ده المنظر اللي بتكلم عليه. شايفين طبعا يا جماعة الإبهام اللي في آخر رجليها ده؟ الإبهام دوت اللي بنقدر نحدد بيه جنس الحرباية، يعني هو لو موجود بتبقى الحرباية ذكر، أما لو مش موجود بتبقى أنثى. ودي كده أهم المعلومات اللي أنتوا ممكن تعرفوها عن الحرباية. طبعا الحرباية كائن مفيد جدا للبيئة، فأنت لو عندك أرض زراعية شفتها عندك ما تقتلهاش، لأنها أولا غير سامة ومش هتأذيك، وثانيا هي مبيت حشري طبيعي لأنها تتغذى على الحشرات والآفات. وبس كده كل حاجة في فيديو النهاردة يا جماعة، أشوفكم في فيديو جديد.